هل تتفقين مع فكرة بأن الاحتلال الإسرائيلي الآن هو في مأزق، وهناك خلافات أيضا داخل مجلس الحرب، داخل بين القيادة السياسية في حد ذاتها، وداخل حتى القيادة الأمنية والعسكرية، ولكن كل طرف يريد أن يذهب للأمام، أن يهرب للأمام، لأن كل طرف يعرف نفسه بأنه سيكون معرض لنفي سياسي بهذا المعنى، وبأن ستلحقه القضايا أو سيلحقه الخسائر السياسية. ولا ترى بأن هذا سيعتبر أحد الحوافز الذي كما قلنا سيذهب الجميع يذهب للأمام أقصى ما يمكن، وبالتالي البعض يتوقع بأن هذه الحرب لن تكون أسابيع كما تدعو الإدارة الأمريكية، بل لأشهر. سيتم تخفيض وتيرة التصعيد اليومي، ولكن ستستمر من لغاية استنزاف المقاومة. يعني أنا أتفق مع فكرة أن الاحتلال في أزمة وفي نقاش وفي خلاف داخلي، أتفق مع هذا الطرح، وهو واضح يعني من خلال المؤتمرات الصحفية، يخرج نتنياهو لوحده ووزير الدفاع لوحده، وهذا واضح يعني، ولم يعد سرا. وعندما يتم تفتيش رئيس هيئة الأركان